مرحبا. رحلتنا اليوم بين اسطنبول وتركيا مع الكاتبة إليف شفق اللي أخذتنا لرحلة كتير حلوة فيها كتير من المغامرات والإثارة والأحداث برواية شرف. ليش؟ على الرغم من التطور اللي وصلنا له ولسه في مجموعات من الناس متحفظين لأفكار يمكن اليوم ما بينحكى فيها أصلاً أنه صارت قديمة كتير، كاتبتنا سلطت الضوء على مجموعة من الأقليات نقدر نعتبرهم أشخاص قدروا يكونوا بيئة ومجتمع خاص فيهم، في عادات وتقاليد كمان خاصة فيهم، وبهذا المجتمع بيحكموا على المرأة بطريقة كيف يمكن تتعامل مع الناس، كيف ممكن تتصرف بمواقف معينة بحياتها. بطلة روايتنا اسمها بامبي، عايشة داخل هذا المجتمع مع عائلتها، بعدين بتنتقل للندن مع زوجها وأولادها، بتعيش كتير من الصراعات خلال هاي المرحلة، وهي الصراعات بتنتهي بقتل دفاعاً عن الأفكار اللي نحن عم نحكي عنها على حساب أشخاص آخرين. ويمكن هون المفاجأة بتكون للقارئ، تتعرفوا على كتير من التفاصيل، كتير من الشخصيات، هي كمان دخلت بكتير من التفاصيل اللي يمكن طويلة شوي لبعض الناس اللي ما بتحب التفاصيل، لكن صدقوني الكتاب أو الرواية مفصلة بطريقة حلوة كتير، بتقدروا من خلالها تتعرفوا على الشخصيات، على توجهاتهم، على طريقة تفكيرهم كمان. معلومات تاريخية، سياسية، اقتصادية بتخص فترتين من الزمن، الفترة الأولى 1945 والفترة الثانية 1992، فبالتالي أنتوا عندكم ثقافة حول هاي الفترات وكيف كانت الناس تتعامل مع بعضها. في شخصيات اختارت العزلة واختارت تبعد عن الناس وقدرت تكون بصمة بحياة كل حدا مرق بحياتهم. هاي العائلة اللي أنا عم خبركن عنها ظلت عايشة على أطلال الماضي وحاولت إن هي تحاسب الأشخاص الموجودين معنا اليوم على أفعال صارت بالماضي، وهذا الشيء اللي أنا بتخيل مو من حقهم أبداً. لأنه قلت لكم بالبداية كانت عم تحكي عن أقليات، فهي درست لنا تاريخ هاي الأقليات ونقلت لنا إياه بالتفصيل وبطريقة ممتعة جداً. يمكن تشوفوها رواية مانا سهلة مانا قليلة، عدد صفحاتها تقريباً 534 صفحة، بس صدقوني ما بتحسوا لأنه من خلال طريقة السرد والحبكة وربط الأحداث بين بعضها، وخصوصا كمان أنه عم تنتقل بين زمنين مختلفين، ما بتحسوا، بتحسوا حالكم دائما مستمتعين وحابين تغوصوا أكثر بتفاصيل الرواية. ليش الغرباء بيكونوا أكثر تسامحا من أقرب الناس لألنا؟ يمكن هاي الجملة بتلخص حكاية بامبي، مغامرة والمعاناة اللي كانت عم بتعيشها، وبتشرح لنا شوي ليش صار معها هيك. في مفاجأة رح تكتشفوها بنهاية الرواية، يمكن هاي المفاجأة تخليكن سعداء وتعساء بنفس الوقت. رواية كتير حلوة فيها كتير من التفاصيل والأحداث والمغامرات اللي رح تعيشوها، وتحسوا حالكن فعلاً أنتوا عايشين مع بامبي وقادرين تحسوا بهاي التفاصيل. بالنهاية في اقتباس كتير حلو من الرواية رح أخبركن إياه، بيقول: عندما نحب وعندما نكون محبوبين وعندما نتحرر من طاقة الأذى نكون أقرب إلى الجنة. رح أرجع لعند زملائي على الاستوديو لحتى نكمل.